السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جات لي حاجة حلوة جدا مستنياها انا واحلام بقالنا فترة كبيرة، شيء مميز شيء مهم جدا جالنا في كرتونة. شوفوا شايفين ايه ده؟ ده درع اليوتيوب بتاع 100,000 مشترك، ومحبتش افتحه من غيركم، يعني انتوا شاركتوني حاجات كتيرة حلوة قوي فقررت افتحه معاكم عشان تنبسطوا معايا كده ونتشارك. يفتح بقى لزق وقصة طويلة. واو، جاي في بلاستيك. ما انت كده بالمعدون؟ هو بالمعدون، شايفين؟ واو، ده الدرع الفضي بتاع 100,000 مشترك اللي الحمد لله وصل لنا بالسلامه بعد غياب طويل. جاي معاه جواب شكر من اداره يوتيوب. قال مين اللي ماضي تحت ده بقى؟ هبقى اقول لكم بعدين القصه دي. فين؟ شايفين؟ ايه ده؟ طب المقلوب، سوري يا جماعه. نطلعه. واو، ده درع اليوتيوب اللي انا انتظرته طويلا. عليه اسمي واسم احلام، ومبروك ان احنا وصلنا ل 100,000 مشترك. متنجد من ورا بالقطيفه، درع بقى وكده، وشكله حلو قوي، ويعني حبيته واستنيته كتير. المهم انا سعيده جدا بالدرع وفرحت جدا فرحه لا توصف ان انا وصلت له. بس يا جماعه اضحك على حاجه مهمه. المهم مش قادره اعبر لكم عن مدى احساسي، لان الدرع ده شيء لا يقدر بثمن. ان شاء الله احنا وصلنا للدرع الفضي بفضلكم. يا رب نوصل للدرع الذهبي بتاع المليون مشترك ان شاء الله قريبا. زي ما انتوا وقفتوا جنبنا وساعدتونا ان احنا نوصل ل 100,000 مشترك، اتمنى ان انتوا تقفوا في ظهرنا وتفعلوا هاشتاج توصيل البيت، توصيل القناه بتاعت اليوتيوب لنص مليون مشترك ان شاء الله. فعلوا الهاشتاج، هاشتاج توصيل حمله توصيل لبنى عبد العزيز ل 500,000 مشترك. يا ريت، ابقى شاكره جدا ليكم. يا ريت كل حد بيتابعني يحاول يخلي اصحابه يعملوا سبسكرايب للقناه. الناس اللي مشتركين في القناه ومش مفعلين الجرس يا ريت تفعلوه. تابعوا كل جديد ان شاء الله، اعمل لكم حاجات حلوه واكون عند حسن ظنكم عشان نوصل للدرع العظيم الذهبي ان شاء الله. اتمنى انكم تكونوا انبسطتوا معايا بالدرع، لان ده شيء انتوا اللي ساعدتوني ان انا اوصل له واحققه. شكرا لك يا جماعه، مش عارفه اقول لكم ايه والله، ما بعرفش اجيب لحد في المجاملات في المناسبات دي، قصدي باي باي.